انا بحبذ انه الرياضه تكون في الصباح بعد الفطور طوالي، اما اذا انت ما الصباح الوضع معك حيكون صعب، فانه تكون في وقت فراغ، يعني ما تجي الجيم وانت مثلا عندك موعد بعده، او انك تقدر تخلص بس عشان تطلع تلحق موعدك، لا تجي متفرغ نفسيا وذهنيا، لانه التركيز في اداء التمرين اهم من التمرين في حد ذاته، فلازم تجي انت بالك فارغ. التركيز في التمرين، ايوه التركيز في التمرين من اهم الحاجات المفروض الزول يكون مركز فيها. يعني هي ما الفكره بس انه انا بمرن عضله معينه ايوه في مرن في عضله، جسمي، ايوه لكن التركيز كيف انا اقدر اركز في الجيم في تماريني؟ طيب من امثل الحاجات، في ناس كثيره بتيجي الصاله وتلقاها مثلا ماسكه جوالها، وتخلص من الجوال فجاه تنزل تلعب تاني ترجع للجوال، فهي بالها بيكون مشدود في حته ثانيه. انت اثناء التمرين بيكون تركيزك كله في العضله اللي انت قاعد تلعب فيها، تركيزك ده من اهم بناء العضله، عشان انت عارف نفسك قاعد تلعب وين بالضبط، فالتركيز ده اهم حاجه، لكن تكون بالك مشدود بحاجات تانية فما حتستفيد اي حاجه من مشاكل الصاله. يعني